يشهد العالم مزيدا من ظواهر التغير المناخي، فدول عدة في أوروبا تعيش موجات حر غير مسبوقة وتسجل درجات الحرارة ارتفاعات قياسية وتعيش موجات جفاف. وقد فرضت شركة مياه بريطانية حظرا على استخدام الخراطيم بسبب شح الأمطار، والذي جعل شهر يوليو الأكثر جفافا منذ ثلاثينيات القرن الماضي. أما في إفريقيا فتتساقط الثلوج، وتحديدا في دولة ليسوتو، وتساقط الثلوج يعد نادرا في جنوب القارة الإفريقية. هل بدأت تتسارع انعكاسات التغير المناخي؟ ضيفتنا من ميلانو المستشارة لدى الاتحاد الأوروبي في مجال التغيرات المناخية الدكتور شادن دياب. دكتورة دياب، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. يعني ليست المرة الأولى التي يدق فيها ناقوس الخطر، لكن أكثر ما تخشون من التغيرات الأخيرة التي شهدتها أكثر من رقعة من حول العالم خلال الأشهر الماضية، ما هي مخاوفكم؟ اليوم أظن أن أوروبا يعني هي نرى أن درجات الحرارة كما ذكرت تفضلت وذكرت أنها تتسابق، درجات الحرارة ترتفع والحرائق التي شاهدناها في الشهور الماضية. نرى أن القارة الأوروبية يعني 3-4 مرات درجات الحرارة ترتفع، وأيضا هناك فيضانات في بعض أماكن أخرى كما شاهدناها أيضا في بلدان الخليج، وهناك عدم توازن في الظواهر الطبيعية مثل سقوط الثلج. يعني اليوم عندما ذكر قبل تقريبا في قمة برلين أننا عند يعني الوقت قد فات تقريبا، وعندنا تقريبا بعض من السنوات عند 2030 لنستطيع العمل بشيء، نحن الآن نقترب من يعني ما قبل الخطر الأخير، وكأننا نقوم بالعد التنازلي لمشكلة المناخ. عندما نتحدث عن الخطر قبل الأخير، هل يمكن القول دكتور أنه بإمكاننا فعل شيء ما؟ يعني البعض تعامل بحذر مع هذه التغيرات، لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار اليوم دول أوروبا جاهزة لمواجهة العديد من التغيرات الجديدة؟ أوروبا لقد قامت من قمم المناخ السابقة ومن 2019 بوضع ما يسمى الجرين ديل، بوضع ما هي خطة أيضا للمناخ لتقليل ما يسمى بغازات الكربون والانبعاثات الحرارية. ولكن اليوم يعني هناك أزمة فعلا يجب أن تقول، يعني هي الآن تنظر إلى الموضوع أنه بشكل جاد، لأنها تتسارع الآثار على أوروبا من ناحية الحرائق وما يحصل من مواضيع الجفاف. ولذلك يعني هي تقول عندنا 2000 تضع عامين، يعني تضع عام 2030 و2050 من ناحية القضاء على يعني نقص الانبعاثات الكربونية 1.5 درجة مئوية، وأيضا وتقليل من استخدام الوقود الأحفوري والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. ولذلك الآن يعني أوروبا جادة وتقول أننا ليس لدينا الكثير من الوقت، ولكن حتى أنها تقوم بخلق ما يسمى بمراكز تمويل اقتصاد أخضر، بالتعامل أيضا مع كل قطاعات النقل، الصناعة، الشركات، لكن المباني. هل يعتبر ذلك كافيا؟ يعني اليوم في حديث على أنه في خطط جماعي في الداخل الأوروبي لكن لا تطبق بالشكل المطلوب، وأن الحلول الجذرية لم يتم التوصل إليها بعد. كيف تقيمين العمل الجماعي الأوروبي في هذا الاتجاه؟ المشكلة أن هناك في تفاوت في الوعي. إذا أردنا مثلا مناطق شمال أوروبا ومناطق الجنوب أوروبا يعني والمناطق أيضا شرق أوروبا، هناك تفاوت في الوعي البيئي يعني لدى المواطن ولدى الحكومات والسياسات. ربما أن نقول بعض البلاد الجادة أو التي تأخذ مثلا بذلك مثل باريس، لأنها يعني ساهمت في قمة باريس، ألمانيا أيضا، اليوم مثلا إيطاليا أخذت الكثير من بعد مشكلة الكوفيد تساعد وتقوم أيضا بتحسين المباني وزيادة ما يسمى بال يعني الحفاظ على الطاقة. ولكن هناك تفاوت إذا مثلنا بعض الدول التي دخلت إلى أوروبا حديثا، فهذا ما يعني يصعب بعد ذلك أن يعني أن تمشي كل الدول الأوروبية في اتجاه واحد. ولذلك العمل الجماعي مهم، ولكن لا يقف فقط على أوروبا، لأنه موضوع المناخ حتى لو أوروبا عندها استراتيجية خاصة، في هناك دول يعني نشهد اليوم مثلا أن الصين قالت أنها ستوقف
يعني قبل يومين أنها ستوقف يعني التعامل بالتعاون من أجل المناخ بسبب ما حصل في تايوان من أمريكا. ذلك يشكل مشكلة يعني إذا الدول مثلا إذا أوروبا قامت لوحدها والصين قالت أنا أريد أن أقف الآن يعني ولن أتعاون معكم من أجل المناخ وأمريكا كما فعلت في زمن ترامب، فيحصل تخلخل في موضوع المناخ، لأنه المناخ يحتاج إلى كل العالم كل الدول، يعني لن نستطيع فقط أن نضع قارة دون أخرى. فحتى لو قامت أوروبا بذلك العمل سوف تضر يعني الدول النامية أيضا، هي بحاجة نجم، هي مشكلة أخرى أيضا الدول النامية الأفريقية. ومن هنا يعني أهمية القمم المناخية المنتظرة بطبيعة الحال، وسنكون متابعة دائمة لها. شكرا دكتور شادن دياب على هذه المشاركة القيمة. شكرا. ليلى من ميلانو المستشارة لدى الاتحاد الأوروبي في مجال التغيرات المناخية. شكرا.